اتكلمنا يمكن قبل التقرير، كنت حضرتك عايز تتكلم عن ايه اللي انت ايه اللي النادي الاهلي اضافه لإيهاب جلال؟ اضاف حاجات كتير جدا للامانه، يعني ان ثقه في النفس، ازاي لما بتعرف تتعامل مع ناس بتتعامل معاهم ازاي، ما تبقاش هلهلي زي ما الناس كتير قوي موجوده، بتعرف تتعامل مع الصحفيين، بتعرف تتعامل مع دكتور، بتعرف تتعامل مع رئيس نادي، كل الكلام ده بتعرف تتعامل مع عامل، كل الكلام ده اضافوه لي بصراحه النادي الاهلي كتربيه، كان انا اعرف ازاي اتعامل مع الناس، ازاي اكون محترم مع نفسي، ازاي ما اقدرش ان انا ارفع عيني في اللعيب الكبير اللي اكبر مني، ما ينفعش لازم اقول له في الملعب. وكابتن هاني عارف كنا بنقول لكل الناس الكبار اللي اكبر مني يا كابتن في الملعب، واحنا بنلعب معاهم يا كابتن خطيب، كابتن طاهر، كابتن ربيع، طبعا الناس دي لازم تحترمها. الكلام ده موجود في النادي الاهلي. انا بشوف في انديه ثانيه اللي انا دربتها ولد صغير لسه طالع من الناشئين بيقول للولد كبير جدا لعيب كبير باسمه، ما ينفعش الكلام ده، احنا تربينا في النادي الاهلي على كده، ما ينفعش انك تقول حتى لو هو اكبر منك بسنتين لازم تقول له يا كابتن، يعني ما ينفعش. يعني حسام ابراهيم دفعتي انا ما بشوفهم بقول له يا كابتن حسام او كابتن ابراهيم، لازم ما ينفعش. لازم احترام بيننا لحد دلوقتي، لغايه دلوقتي بس بيني وبينه هقول له يا حسام طبعا اصحاب بالظبط، انما في وسط الناس او الناس معانا لازم تقول له يا كابتن، لازم الاحترام في كل شيء. النادي الاهلي علمني كده، علمني ازاي اتكلم مع صحفيين، ازاي اتكلم مع مذيعين، ازاي اتكلم مع دكاتره، ازاي اتكلم مع لعيبه، كل الكلام ده انا يعني النادي الاهلي اضافوه لي للامانه. يعني وانا كنت محظوظ جدا، وحضرتك زي ما قلت في اول الكلام ان انا لعبت مع زميلتي الكابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، وده يعني اسطوره ما حصلتش ولا هتحصل في مصر بعد كده للامانه، يعني رمز كبير طبعا. زميلتي الكابتن ثابت، اكرامي، ربيع، طاهر، يعني كابتن طاهر، يعني ناس كبيره جدا جدا، كابتن مصطفى عبده، كابتن مختار، يعني انا زميلتي ناس انا ما كانش تخطر على بال اي حد بصراحه ان زميلهم، يعني فده حاجات كتير جدا اضافها لي النادي الاهلي. وانا يعني انا كنت سعيد جدا ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي، وده شيء رائع يعني. وانت قلت كلمه كمان كلنا بنحس بيها يا كابتن ايهاب، ان الواحد بيحس بالفخر ان هو، يعني انا للاسف يمكن اتمرنت مع كابتن الخطيب ما لعبتش مباراه رسميه، لكن وانت بتتفرج على كابتن محمود الخطيب وهو بيستلم جايزه كبيره زي جلوب سكر في دبي، لما بتتكلم على كابتن محمود الخطيب اللي يمكن مر عليه موسم صعب شويه على النادي الاهلي، في صوره قاعد جنب رونالدو، قاعد جنب انفنتينو، موجود وسط عظماء كره القدم، ده كمان بيشعرك لا ده انا في يوم من الايام كنت موجود جنب اسطوره زي كابتن محمود الخطيب. بص يا كابتن هاني، النادي الاهلي انا بعتبره زي من الانديه العظماء زي بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونه، وده شيء رائع. انا بفتخر بيه ان انا كنت يعني عضو عامل طبعا في النادي الاهلي، وكنت قبل كده ان انا لاعب في النادي الاهلي. طيب. وفخر كبير جدا ليا ان انا زميلت الكابتن خطيب، ده اسطوره يعني بالامانه. انا كنت سعيد جدا ان انا كنت مع كابتن خطيب والناس الكبيره اللي كانت موجوده انا قلت عليها، وده فخر يعني فخر ليا انا ان واحد زي كابتن خطيب بيستلم جايزه يعني بالحجم ده، يعني بالحجم ده حجم رائع يعني.